أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام. أتمنى من الله القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية وسبب عدم رفع المعاش لألف جنيه. تفاصيل الخبر، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء إن الجمعية العمومية كان معروض عليها خطة لزيادة موارد الاتحاد حتى يتم رفع المعاش النقابي من 800 جنيه لتصبح 1000 جنيه، مضيفا إلى إن من المستحيل رفع المعاش دون توفير الموارد اللازمة، وإلا سيفلس الصندوق ويتوقف عن صرف المعاشات بعد عدة سنوات. وأضاف الطاهر إنه كان ينتظر حضور مكثف من الأطباء لإقرار الزيادة، لكن للأسف هذا لم يحدث، وأشار إلى أن حدث ما يشبه بالإصرار من قلة من بعض أعضاء النقابات الأخرى على إفشال الجمعية العمومية وتحويلها لشجار دون مبرر، فنحن نستطيع أن نتفق أو نختلف بهدوء. وأفاد بأنه ظهرت تجاوزات لا تليق ومحاولات اختلاق فتنة بين أعضاء النقابات المختلفة، مضيفا أنه اندهش أكثر عندما وجد بعض الأعضاء من بعض النقابات يحمل لوحات مطبوع عليها عبارة رفض الميزانية من قبل حتى أن يتم مناقشة الميزانية أصلا. وأكمل حديثه قائلا، حدث تصويت عن الزيادة لمبلغ 900 جنيه مع تنفيذ توصيات الخبير الاكتواري، ولكن مع عدم زيادة الاشتراكات صوت نحو 40% من الحاضرين لصالح هذا الرأي. وأيضا حدث تصويت على الزيادة لمبلغ 1000 جنيه مع تطبيق خطة زيادة الموارد ومنها زيادة الاشتراكات من 4 ل 12 شهر حسب الفئة العمرية، وصوت نحو 60% من الحاضرين لصالح هذا الرأي. وتفاجأ الطاهر بعد ذلك بنقيب أطباء الأسنان يطرح مقترح غير قانوني على القاع، وهو زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه مع عدم تطبيق خطة توفير الموارد، ويهلل معظم الحاضرين لهذا المقترح. وبالموافقة قال حولنا شرح إن هذا غير قانوني ومخالف للوائح، ويعرض صندوق المعاشات للإفلاس، وسيجعل الشباب لا يجدون معاشا نظرا لتوقع إفلاس الصندوق بعد عدة سنوات، إلا أنه حدثت تجاوزات كثيرة من القلة التي تحدثت عنها، وكانت الفتنة بين النقابات هي مقصودة بذاتها، وانتهى الاجتماع دون إقرار أي زيادة في المعاش النقابي، وسيتم عرض الأمر بتفاصيله باجتماع مجلس الاتحاد القادم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.